متابعتي لقناة FM الوثائقية هو بسبب أنها قناة بعيدة عن الصراعات السياسية التي تدور في الوطن حاليا، وأيضا لأنها جذبتني من ناحية المضمون والمحتوى الذي تحاول من خلاله إبراز الوجه الجميل لليمن وتعيد لنا ذكريات الوطن الذي كنا نستمتع به، سواء من ناحية الحضارة، من ناحية الثقافة، من ناحية التاريخ، من ناحية الجمال الجغرافي. مزيد من التقدم لهذه القناة، وأحث الجميع للمشاركة فيها ومتابعتها. وقناة FM Documentary حسب خبرتي أنا بالإعلام، شفت أنه قناة كتير بروفيشنال من حيث الإنتاج إخراج، بتسلط الضوء على أشياء ترفيهية ثقافية وبنفس الوقت فنية، يعني هالكومبينيشن كلها بيرفكت لهذه القناة. الله يوفقهم وإلى الأمام إن شاء الله. Napenda filamu ya nchi ya madili mazuri ya nchi kwani chano FM. Talking about the FM documentary channel on YouTube is one of the amazing channels I've ever watched because it explains and describes the lifestyle of the Yemeni Arabic culture all around the world, especially in Yemen. الجميل في قناة FM الوثائقية إنها أرشفت كل ما هو جميل من موروث وثقافة لأبناء المجتمع اليمني، سواء كان موروث تاريخي أو موروث فني. وأتذكر أنني أشرت للزميل فيصل العقاري أثناء ما فتح هذه القناة قبل 3 سنوات على اليوتيوب أنه لا يتطرق لأي صراع سياسي أو عقائدي أو طائفي أو مناطقي، وأنه فقط يهتم بالجانب الإنساني. طبعا أنا سعيدة أنه عمل بمقترحي، وأتمنى للقناة هذه المزيد من التوفيق والنجاح والازدهار. قناه FM documentary channel من اجمل القنوات اليمنيه التي تظهر موروثنا الشعبي في الولايات المتحده الامريكيه. وتفاجات ان كان في جلسات الاعراس وجلسات كانت مع الشباب في قناتهم، واحب اشكرهم واشكر الاستاذ المخرج فيصل عقاري لانه بيظهر هذا الموروث الشعبي للجميع، لناسنا في اليمن وخارج اليمن، واحب اشكره على هذا، وان شاء الله تشوفوا اعمال لنا قريبه مع بعض. ربطتني قناه FM الوثائقيه باليمن مباشره، خصوصا الاعراس التي يقيمها اليمنيون في ارض المهجر في الولايات المتحده الامريكيه. واكثر ما اعجبني في القناه موضوع الفيلم الوثائقي اعراس في المهجر، وعده افلام وثائقيه اخرى جميله جدا. شكرا للأخ فيصل العقاري على هذه القناة المميزة والرائعة والجميلة جدا. قناة FM Documentary هي قناة تهتم بالسياحة، بالمواضيع الفنية والترفيهية والثقافية، وطبعا شدني فيها المعلومات عن الثقافة الاجتماعية في جميع دول العالم والأماكن السياحية التي تعرض فيها. أتمنى لهم التوفيق والنجاح. الفنانة فتحي إبراهيم. والله انطباعي كإنسان يمني مغترب، أحب القناة هذا، يعني عن تطلع على الإبداع والتراث اليمني الأصيل، هذا هو حبنا للقناة هذه FM. قناة FM الوثائقية عنوان للمغترب اليمني، و تابعونا سجلوا كل جديد، أنا والحريم شخصياً متحرسين ومفتاحين، وسجلوا كل جديد بإذن الله، أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سماء فريد من إذاعة صنعاء. وددت في هذا اللقاء القصير أن أتحدث عن قناة FM. بصراحة يعني في الآونة الأخيرة بحثت عن بعض الأعمال الجميلة عن اليمن، فشاهدت فيلم عن سقطرى، دخلت وأتصفح فوجدت فيها أعمال جميلة جدا عن اليمن، وتفاجأت إن هذه الأعمال اشتغل عليها زميل المخرج فيصل عقاري. عن جد قناة FM الوثائقية تعني أشياء جميلة جدا لليمن واليمنيين، أتمنى لها النجاح والخروج إلى حيز الوجود كقناة فضائية وثائقية.
مساء الخير على جميع المشاهدين. طبعا دائما اطلع في اليوتيوب وفي السوشيال ميديا على القنوات، فحصلت قناة اسمها FM. هذه من اجمل القنوات اليمنية التي تغطي يعني التراث اليمني والعادات والتقاليد في المهجر. فهذه القناة لا تفوتكم، شاهدوها وهي من اجمل القنوات، وبتستمتعوا في الداخل وفي الخارج. مع تحياتي للمخرج فيصل العقاري.